ما مالو هذا با مصطفى؟ هذاك باش نغسلو القشوع وباش باش ندواش وصافي. يعني كتجمعوا الماء ديال الشتا باش كدوشوا بيه وتغسلوا بيه القشوع؟ كنحس براسي مغرب وكنحس براسي يعني مظلوم في حقي، مظلوم في حسنات الرحيم، مظلوم في بزاف الحاجات. محروم حتى من حق الابوه. الله يرحم الوالدين. كنعسوا مع الدراري هنايا، ها كل واحد شاد بلاصه هنايا، ها واحد ها واحد، كل واحد في الناس هنايا. جيت هنا المراه دارت عليا قرون هنايا وصافي، ودوب قد داك الشيء اللي قال ليها راسها كديرو كديرو. ملي كنهضر معاها هنايا السيده ما كتصحيا ولا تتق الله ولا تخاف الله ابدا. كان عندك هاد الممتلكات كاملين، انا كان ما بقاش عندك لا مرا لا ولاد لا ديور لا رجل لا صحه لا والو. كيجيك تلقى قهره، ما كيجيك تلقى. كنبكي يا اخي، كنبكي. صافي عايش با مصطفى، والله ما تقول عليها ان اوروبا البساط. اللي غادي تشوفوه دابا كريال في مدينه برشلونه في كيعاني با مصطفى. أنا ساكن أبو مصطفى هنايا شويه لتحت، يعني في هذا البرارك هذا في المعاناة هنايا خويا ما تما الريح لا اله الا الله الوسخ، ما كتعوم ما كتدوش ما والو. دابا نتايا هي رجل مقطوعه ورجل نص، كيفاش كدير تهود في هذا الدروج هذا؟ كنهود شويه شويه وكنتسارح وكنهود، وفي الليل مثلا كنوقف شويه شويه وكنهود وحده. النهار شويه في الليل راه صعيبه. لا ما كنخرج شي بالليل، ما نقدرش نخرج والو. النهار كنسد هنايا وصافي، وكيسدوا الدراري صافي. هذه البريكه؟ هذه هي البراكه هنايا. تفضل. هي بسم الله هنايا اخي. هنا با مصطفى فين عايش؟ هنايا اخي، هنايا اخي. هنا فين كدوز الايام ديالك كامله؟ كنديروا علمه باش اللقطو ديال الشتاء باش هذا الماء. شنو هذا الماء مالو هذا با مصطفى؟ هذاك باش نغسلوا القشوع وباش باش باش ندواش وصافي. يعني كتجمعوا الماء ديال الشتاء باش كدوشوا بيه وتغسلوا بيه القشوع؟ ما تكون لا الشتاء لا والو، ما كاين والو، بنادم كيبقى قمصخ قمصخ اخي والله. كيبقى حاضر ولا قوتي يا بالله العظيم. با مصطفى. نعم. فين هو البويد ديالك هنايا؟ هاو عشان جبت التليفون ضوي. هاو هنايا. كنعسوا مع الدراري هنايا، ها كل واحد شاد بلاصه هنايا، ها واحد ها واحد، كل واحد في الناس هنايا. وانت فين البايز ديالك؟ ها هو هنايا اخي. انا فين كتنعس با مصطفى؟ هنايا اخي. وبالنسبه للقطره با مصطفى ما كايناش؟ لا كاينه القطره. وشنو كدير؟ كندير هاد المانطات والصباح كنخرج ما يتشمشوا. مصطفى خرج برا، خرج بحالنا الضو. حيت الضو ما كاينش هنا، خرج بحالنا برا. كما شفتوا متابعينا الكرام، ان شاء الله غادي نجلسوا الجلسه مع الاب ديالنا مصطفى اللي غادي يعاود فيها المعاناه ديالو ويعني المشاكل ديالو وكيفاش حتى وصل اصلا لهاد البلاصه هذه. فلهذا سي مصطفى ولا الاب ديالنا مصطفى، شحال عمرك؟ راه غادي في 64. 64 عام. خاي مصطفى با مصطفى، نقول لك با مصطفى الاب ديالنا. انت شوف مادام خوتي اللي ما يتقولوا قولوا. شوف مادام اننا جينا عندك هنا، فراه انت كتعتبر الاب ديالنا واب ديال هاد المغاربه كاع اللي كيشوفوا فينا. يعني اي واحد كيتفرج في الفيديو هذا راه يشوف فيك انت كاب ديالو. فلهذا با مصطفى بغيناك تعاود من القلب ديالك المعاناه ديالك. نقول لك المعاناه ديالك. علاش؟
حيت كاينين كاينين محسنين متتبعين ديالنا يعني الاوفياء الله يجزيهم بخير كنشكرهم هذا المنبر خصنا غير يوصل لهم الانسان اللي محتاج معاونه بصح حنا ما حد وصلنا عندك هنايا لهاد البرارك هادو يعني حتى تاكدنا باللي انت يا محتاج الله يجازيك فلهذا نبداو على بركه الله على الكلمه مصطفى غنك تعاود لنا من الاول لا من الاول اخي توصلت هنا الحاله اللي انت فيها دابا نعم اخي نعاود لكم مرحبا المراه سيدي تناقشت انا وياها دابزنا عيطت للموسوس كوادراس جاو عملوا لي الموني هذاك المينوت داوني للسردريونا بيت تما في السردريونا الصباح طلعوني على الخويسه المراه عضاني من يدي والخويسه كتقول لي لعن يدي علاش هذاك الدم كنقول لها ديالي منين من هنايا عضاتني المراه وكتدور وتقول لي واش الحوايج ديالها فيهم الدم منين جا هذاك الدم قلت لها مني انايا شويه ملي تاكدت مزيان قالت لي وخصك تدعيها راه لك سيدي قالت لي غادي تبعد منها بواحد الكيلومتر ميل متروس قالت لي تبعد منها وقالت لي دابا فين غادي تمشي قلت لي انا ما عرفتش فين غادي نمشي ما نعرف انا نقدر نقلب على شي فاميليه من بادرونا نقدر نمشي لعندهم صافي هادشي اللي وقع شحال داز على هادشي هذا داز على خويا 2022 15 ديال رمضان ديال 2022 مصطفى بغيت نسولك ملي وقع هاد المشكل بينك وبين الزوجه ديالك كنت انت فعاد يعني عندك هاد الاعاقه ولا مازال لا ما كانش عندي يعني كانت عندي غير هذه مقطعين الصباع غير هذه ما كانش عندي لا وهما بجوج بهم وقعوا لك هنا في اسبانيا بجوج بهم اسبانيا قبل ما نوصلوا لهاد الرجل مني وقع لك المشكل مع المراه والمحكمه حكمت لك انك كيلومتر تبعد منها فين مشيتي وشنو وقع لك؟ مشيت لبادالونا عاود هذيك السكنه بادالونا ديال اش كيقول ديال سميتو لا ساكنين فيها تما ديال البنكه كوبا جاو مالي البنكه طرقوا ذاك الباب ديالهم صافي كل واحد مشى على يعني المصطلح صح تشردت وليداتك شحال عندك الوليدات؟ عندي يا سيدي ثلاثه وحده غاديه في 19 كانوا بقاو مع الام ديالهم هذه وحده اللي بقات مع امها ما الاخرين ما بقاوش مع امهم وحده راه في كاتالونيه ديال الراس طبيبه ديال الراس عندك بنت طبيبه ديال الراس وحده في جيرونا ديال الفتيح خمس سنين هذه ما عيطتش ليا ما سولتش عليا معاهم ثلاثه بيهم ما كنعيط لهم كيقطعوا لي التليفون شكون اللي قراهم حتى وصلوا هذا انايا وامهم انت اللي قريتيهم صرفتيهم حتى وصلوا للمرحله هذه شنو كنت ديك الاحساس ديالك كان صباح ملي كنت كنصباح مع الشركات ومع العني اللي عنده تونومو وكنت كنهار السبت والحد كنخدم العني السبت والحد كنخدموا العني فلوس كنصبر ديك شحال كيلينتاس 400 بين السبت والحد يعني كتخدم سمع اكسترا يعني ملي كانت الصحه ملي كانت الصحه باش توكلهم وتكبرهم باش نوكلهم واللي طلبوها نجيبها ليهم دابا شنو كيكون الاحساس ديالك انت ملي كتصوني على مثلا البنت ديالك تبغي ولو غير تسول فيها كتقطع عليا شنو كيجيك الاحساس ديالك كنحس براسي غريب وكنحس براسي يعني مظلوم في حقي مظلوم في حسنات الرحيم مظلوم في بزاف الحاجات محروم من حق ابوه الله يرحم الوالدين محروم من كل شيء ومع ذلك يعني قرا ويعني داك الشيء اللي بغاو كيشريو ويشريو يعني وانايا ما نشري لي انا والو ونمشي يعني نخدم السبت والحد ما نبركش الغد الصباح اثنين كنخدم قلت لك سي مصطفى وليداتك عارفين كتعاني معاناتهم شارجاتهم عليا المراه ما شارجاتهم عليا واحد النهار باش بغيت نعرف بين ما راه مشرجيهم عليه هي كتقول لي كتكذب عليا كتقول لي انا ما كان نقول لهم والو ولا بغاو يجيو عندك واحد النهار وربي تعالى باش بغى يفضحها قالت لي جات عندك هاجر قالت لي جات عندي وقالت لي انا اللي صيفطت عندك وانا فهم اذا هي اللي دايرين هاد المشاكل بمصطفى نعم اللي بغيت نوضح لك ونوضحوا حتى المتسبعين الكرام الوليدات تبارك الله قاريين
وواصلين يعني راه كيعرفوا فهمتي يعني ما يحتاجش يعني الام تقول لهم ما يمشيوش عند باكم ولا هادي يعني ما عارفين شنو كاين. لا 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 يعني اسمح لي اخي اسمح لي. بغيت نقول لك واحد القضيه يعني يعني كنوجهها للابناء كاملين الا كان وقع شي خطا شحال هادي الله يسامح كيبقى الاب فهمت يعني نتايا ما تبغيش المضره لوليداتك. لا اخي راه واخا ما كيجيو يشوفوك راه كندعي معاهم وكتبغيهم يكونوا مزيانين. الله يودي اخي كندعي معاهم في كل صلاه كندعي معاهم كنقول يا ربي ترد بهم الطريق يا ربي ترد بهم الطريق. نورمال كاينه واحد النقطه مصطفى الخلاف ما بين الزوج والزوجه وارد يعني كاين فيما مشيتي في العالم كيكون الزوج والزوجه كيكون عندهم واحد الاختلاف كيدابزو كيتفارقوا ولكن الاولاد اللي ما عندهمش حتى شي دم في هادشي هذا راه كل الاب كل الام الا الاب والام دابزو انا كيبقى نمشي نشوف الاب ديالي وصله الرحيم ونشوف شنو خصو نمشي نشوف الام ديالي واخا نكون عارف مثلا الاب غلط ولا الام غلطه راه كيبقى الاب ديالك وكيبقى الام ديالك هادوك شوفهم ما كاين مشكل يعني راه هي الدنيا فهمتي راه داكشي كلشي في الدنيا. لا خي ما كاين والو من هاد الانسانيه ولا صله الرحيم ما كاين منها حتى شي حاجه السبب هي الام. واحد المره وصلوا 12 عام كان جنا مع عندهم 6 سنين هنا اسبانيا قلت ليها نديهم للجامع ندخلوا فيهم دين الله تعالى سبحانه ما ربنا داك الشيء اللي قلت هو اللي صدق. قالت لي بعد لي من ولادي وهاد المره انت طلعتيها نتايا ولا جوج؟ لا طالعين بجوج حارقين. قلت لي انا حيدت على تقليدي وعطيتها لك انت يا صافي انا ما بقيتش مسؤول بها الدراري انت هي مسؤوله بهم صافي ودزت بحالي. اوكي سي مصطفى نرجعوا شويه للمعاناه ديالك شنو السبب باش تقطعوا لك رجلك؟ السكر اخي السكر السكر ملي قطعوا لك رجلك بالضبط فين كنتي عايش في الكاريان هذا ولا؟ لا كنت كاري واحد الكامه وهذاك الكامه عاوتاني كاين في لاكاب ما كتنفس ما والو كيكونوا 10 ديال الناس 10 كيكونوا بعض الخطرة حتى 15 مرض تمايا مرض مشيت السبيطار بعد من تمايا قلت انا نعس في الخلاوات وما نعش في هذاك لاكاب في 15 واحد تمايا. سي با مصطفى نهضروا شويه عن المعاناه ديالك هنا في هذا الكريان بغينا نعرفوا يعني فين كدواش؟ كندوش اخي هنايا بيت الماء بعض الخطرة ندوش بعض الخطرة ما كندوش شاي ما كنجبر شاي باش الماء ما كنجبرش الماء كاع هذا راه غير ديال هاد الشتا ديال هاد الايام اللي تجمع ياك ما كاينش هنا بصفة ما كاينش الماء هنايا وكنمشي نسقيه كاك بيديا كنمشي نسقي جوج بودينات كنبقى جايب وحده هنا نحطها هنا ونزيد بالاخرى لهيه. منين كتجيهم شنو بلاصه؟ من عند ستاسيون ديال الكازولينا من عند شاكر ما عندش شي واحد هنايا شاكر اللي كنا عنده قبيله. هذاك الشاب اللي تلقانا اي بمصطفى هذاك تما عنده هذيك البوطيه تما بعيده. بمصطفى دابا حنا عرفنا المعاناه ديالك دابا هنا كيفاش كدوش كيفاش كتصبر حوايجك بهذا الماء اللي كيطيح من الشارع هو منو كتجمعو منو كتصبر قربنا اكثر لان الصراحه شفنا المعاناه اللي عندكم هنا يعني لا انت ولا الشباب كاع اللي عايشين هنا كتعاني وكتقاسوا قاصح الدعوه الضوء الشارج كيفاش ما كاينش الضوء الضوء ما كاينش شيء كيفاش كتعيشوا كنعيشوا بشي شمعات وصافي شمعات وداك بعض الخطرات تبقى داير الموبيل حتى كان يطفى صافي كتنعس بعض الخطرات كنا نصلي الفجر كنصلي على الظلام عن تيمم وكنصلي ما نقدرش نمشي نتوضى نطيح نخاف نطيح ولا شي حاجه كنبقى في بلاصتي تيكون النهار عاد كنمشي نتوضى. هاد اليومين كانت ديك العاصفه اللي ضربت ديال الشط كنت فيها هنا كنت هنا كنت في لكم الماء دخل الماء كيقطر تمايا ضروري يا اخي الحمد لله كل شيء ديال الله. انت هنا يعني عند الحياه اللي عايش فيها وعاد يعني ما عندكش رجلك يعني راه صعيبه بزاف اخويا بزاف ربي عالم عليا بزاف عليا اخويا صعيبه بزاف احمد الله ونشكره بزاف عليا اخويا كنا كنطلب ليل ونهار يا ربي تفاجئ عليا. واحد دابا ماشي غير الصحه اللي مشات يعني كتشوف كاينين من المقربين يعني من الوليدات والمراه كلشي تخلاو عليك بزاف. كلشي اخي ضربوا عليا بنكره. ملي كنتي صحيح وبالصحه ديالك وكان كلشي كيبغي ديك الساعه كانوا يضحكوا ليا. ياك. كانوا يضحكوا ليا ديك الساعه من بعد ملي امهم تمكنت
تمكنت في شي ديور كاينين في طنجة، دارت على اسمها ودارت شي وحدين عاود تاني شي ربعة ديال السكنات على اسمها في العريش. خلات هذيك البوها باش انا ما نجبر ما نصور منها والو، خلات غير جوج لي في طنجة، بدات متهمة ما بقى عندي حتى شي حاجة الى الله تعالى سبحانه. تم هذا المشروع ديال الزواج خرجتي كيت لا وليدات لا فلوس لا والو. خرجت اخويا طويل. ملي كتكون جالس بوحدك مصطفى، ملي كتكون جالس بوحدك وكتفكر انك انت يعني كان عندك هاد الممتلكات كاملين، انا كان ما بقاش عندك لا مرا لا ولاد لا ديور لا رجل لا صحة لا والو، كيجيك تقول قهرة ما كيجيك كنبكي يا اخي، كنبكي تنعيا ونسكت اخي والله. طبتي بالبكر؟ والله اي. كنشوف تاني يا أخي نشوف السماء بعيدة الأرض قريبة، كان بكي كان سكت صافي، كنقول لا حول ولا قوة إلا بالله وقريبا هذا صافي ما عندي ما ندير والو. هما كيقول لي بعد سيدي منها بواحد ميلمتروس بعد منها صافي ما نضرش هنايا كاع. واحد المرة ما كانت شتا مجهدة ما بغا يهزني حتى واحد شي يرجع للبوليس هنا، البوليس داوني معاهم من بعد بغاو ينزلوني عند القنطرة ديال مونكادا ريشاك ري اراكم انتو ارا سيدي. قال لي انت ندير مع انترات ومع المرأة كدا كدا كدا، قلت لي فين عندكم مشكلة جي على هيا بريقون تا ساك داك دا لا 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 صافي. قلت صافي هودوني هبطت تما ودزت بحالي صافي. يعني ما وصلوكش نزلوك؟ وصلوني كنكون مداعي انا وياها، كتجيني ديك الدعوة كنجبر راسي في السبيطار ما كنقابلش انا وياها. هاد النقطة متبعينا الكرام، يعني بلا شك يعني با مصطفى أثر فيكم كما أثر فينا، كما يعني أي واحد مازال نتوما راه ما كتوصلكمش الصوره 100%. حنا اللي كنكونوا جالسين مع الانسان اللي كيعاني حنا اللي كنحسوا به. كثرت هاد الظلم اللي كيعيش ما كيشوفش ولادو ومراته والصحه ديالو هادشي كامل، مازال ما كياخذش حقه هنايا، راه مقطع عليه رجليه وما كياخذش حقه. انت با مصطفى بهاد الرجل اللي مقطع لك بجوج بهم، انت راه خصها الدوله هنا تصرف عليك، خصها توفر لك السكنه، ستوفر لك الماكلة، ستوفر لك شي حد اللي يعتني بك وخلصة ديالك من فوق. عارف هادشي هذا ولا ما عارفوش؟ عارف هادشي، ولكن المرأة داعياني على العيلة. أنا في شي عامين كان باقي لها ما توصلش، توصل لهاد 18 عام ديالها توصل ليها، داعياني عليها ما عرفتش شحال الدولي، ما عرفتش شحال خلاولي، كان شبر 300 الأورو حاليا. من ديالها شبر مصطفى ديالها؟ ما عرفتش ما عرفتش ديالاش والله الا الناس كيخلصوا عليا الماكله وكيجيبوا لي الحوايج وصافي هادشي اللي كاين وساكت ما عندي ما ندير والو اخويا مصطفى. هادشي علاش حنايا نضنا انا والاخ ديالي باش كنديروا هاد المحتوى ديال هاد الفيديوهات كنوصلوا الصوت ديال الناس الضعفاء. علاش كنوصلوا؟ كنوصلوا للمحسنين الى ولد بلادنا ولا بنت بلادنا، يعني الدوله ما عطاتوش ولا ولاد وعائلته سمحوا فيه. كاين المحسنين الله يجزيك بخير. حنا كنطلبوا هاد المحسنين يشوفوا يعني فيك يعني بعين الرحمة، بعين الرحمة شاء الله. علاش؟ حيت يعني على ابسط حاجة، انا ملي جينا عندك لهاد الدوار ابسط حاجة ما عندكش وهي واحد الكروسة الكتريكة ما عندكش. يا خي راه قلتها لهم ما بغاوش يعطيوها ليا، حيت انا حيت سمح لي قلت لك حيت الا كانت عندك غير هذيك على الاقل غتسهل لك شوية الحوايج، تحرك شوية، تحرك تمشي تجيب الماء، تمشي بزاف الحوايج تود بها للجامع، بزاف الحوايج. ايوا فهمت. هنا ما كاينش تمشي التليفون ديالك، بزاف الحوايج هذيك ما عندكش. انا ما كاينش اخي هذا فلي هذا كنطلبوا من المحسنين يا ربي الحبيبي، الا كان كيتفرج فينا شي محسن عنده محطوطه في اي دوله كانت نتكلفوا نجيبوها فيما كانت، يعني كنقدموا واحد التحيه كبيره للسيد اللي كان صيفطها لواحد الاخ كنا درنا معاه فيديو من فرنسا جزاه الله خيرا. يعني كنتمنى من الله سبحانه وتعالى نلقاو شي محسن اللي صيفطها له ولا شريها له نتكلفوا به نوصلوا له حتى لنا ان شاء الله يا ربي الحبيب.
هاد سي واخا تكون انت قديمه واخا تكون قديمه يعني كروسه الكتريك جيبوها لبا مصطفى مسكين يعني ما بقاش في هاد الحاله هادي يعني راه بام مصطفى انت كتشوف يعني وليداته تخلاو عليه مرتو دعاته الدوسي ديالو هنا في اسبانيا خسر المعاونه مع 300 اورو ديالاش اخر واحد في عمره كما قال با مصطفى في عمره 63 عام يبكي وابكى من كان باقي صحيح كبرنا وكبر وليداته وخدم ودابا يبكي يعني انا ما قدرتش با مصطفى ما قدرناش حقا ما قدر دموعك غاليه علينا الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير انا ما الله يجازيكم بخير الله يكثر خيركم الله يعطيكم مناوين عند ربي تعالى سبحانه با مصطفى شي كلمة توجه للمحسنين ومن توجه حتى لوليداتك انا كنطلب من ولادي ما خصني منهم والو كنطلب منهم سنات الرحيم كنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا الله يجازيهم بخير الله يعطيهم ما يتمنوا عند الله تعالى سبحانه الله يحفظهم والله يسترهم في الدنيا والاخره يا ربي يا الحبيب يا ربي تقبل مني قل لهم بغيناك تقول للمحسنين بالضبط شنو محتاج محتاج اخي شي كروسه الكتريكه نتحرك بها راه كنعيا كنزيد غير شي 300 متر 400 متر وكنعيا كنعيا من الرجليه حنا عندنا جوج رجلينا وكنعيا يا اخي كنعيا اخي بزاف والناس مساكن كيوقفوا لي ملي كيشوفوني هكايا غادي كيوقفوا لي كيركبوني كيجيبوني لهنايا تقريبا هنا شي 400 كيلومتر لا راه 4 كيلومتر وقيله 5 كيلومتر هنايا وبالنسبه لهاد البراكه اللي ساكن فيها واش يعني باغي تبقى هنايا ولا الجهد ما كاينش لا خاي لا والله ما كرهتش اخويا نمشي نقرب على شي جامعه اخويا ما عندي لا واحد النقطه كنشكروا كاع تاع الشباب اللي هما ساكنين معاك هنايا هما كيتعاونوا معاك ويساعدوك ويوقفوا معاك كيجيبوا لي الماء مساكن الله يكثر خيرهم هما اللي تتواصلوا معنا باش جينا عندك هنا نقطة أخيرة بمصطفى نقولها باش نختموا هذا الفيديو هذا بغيت نوجه واحد الرسالة للأبناء ديالك إلا شفتوا هذا الفيديو أو لا شي واحد يقدر يوصل لكم هذا الفيديو هذا فالأب ديالكم محتاج لكم محتاج غير يشوفكم الفلوس أو المساعدة ماديا كاينين الناس الخير عايك تكلفوا له وغايب كروسة وكل شيء ولكن الأب ديالكم خصكم تستغلوا الفرصة هذه ما حدو باقي في الحياة لأن اليوم عايشين غدا ما ضامنينش راسنا واش غنعيشوا ولا لا الأب ديالكم ما تعرفوا بالقيمه ديالو حتى ديروا ولادكم فلهذا استغلوا الفرصه ما حد الاب ديالكم مسكين باقي عايش الله يخلي عليكم اجيو شوفوه ولو غير شوفوه يعني فهمت يا اما الاخطاء كتبقى ما كاينش شي واحد اللي في الدنيا ما دار شي خطا يعني كنقولها لكم هذا المنبر واخا يكون داير خطا واخا يكون داير اللي بغى يدير كما كان نوع الاخطاء انسان عادي صديق ديالك وكتسامحو صديق ديالك كتسامحو يعني كما بغى يكون الاب ما طالبش فلوس منكم الاب طالب غير صلة الرحم اجي ويشوفوه اخي ما عمرني كاين ما عمرني تعديت عليهم اخويا ولا قلت فيهم شي حاجه خايبه ولا تعديت عليهم ابدا باينه فيك ابا مصطفى سمعهم على وجوههم باينه فيك من صغرهم الى شحال الوليدات ابا مصطفى ثلاثه اخي جوج توام جوج توام خدامين مزيانين راه خدامين اش غادي نقول لك وقاتلنا لي التليفون ما كيهضروش معايا ما يتكلموا معايا واحده 5 سنين ديال جيرونا 5 سنين هادي عامين هادي ديال كاتالونيا عامين ما كتهضرش معايا وما داير كله كنت داير لهم شي حاجه نقولها ودي انا راني نتساهل هاد الشيء دوبلي نتساهلوا دوبلي الا داروا لي هاد الشيء نتساهلوا ونعطي ربي بين ما راني انا يا ظالم ظلمتهم ما عمرني ظلمتهم اللي قالوا لي نجيبهم اللي كنت صحيح دابا ضربوا علي بنكره ما بقاو يعرفوني ما بقاو يسولوا عليا التليفون هو الاخر كيقطعوا عليا هاي كيعرفوني انايا صافي كيقطعوا عليا الله بنتي شنو داير لك كيقطعوا عليك تعاود تصوني كنصوني كنزيد نصوني صافي كيهضروا العربيه ونزيد نصوني حتى كيطلع عليا الدم صافي كنبقى نبكي تمايا كنسكت صافي كنعس صافي اخر سؤال ابو مصطفى باش نختموا هو حتى واحد ما كيعلم على الغيب ولكن انت يعني هذا الشيء اللي وقع لك دابا ما كرهتيش كبقيتي في بلادك ما هاجرتيش المره الاولى حركتي انت ومرتك لو كنت بقيت في بلادي ما كانش يوقع لي هذا الشيء ياك كتشوف في هذه
كنشوف فيها. جيت هنا المرأة دارت عليا قرون هنا هي وصافي وبقى داك الشيء اللي قال ليها راسها كديرو كديرو. ملي كنهضر معها أنايا السيدة ما كتصحيا ولا تتقى الله ولا تخاف الله أبدا. طات. ولاو فيها 17 شيطان وجن. ولاو فيها. أنت اللي بقى لك غير البكي وكطرد قلبك وصحتك باش صافي. صافي كنبكيت أنايا وكنزيد بحال الاتساع كاع ما نقربش تما كاع. اوكي. نقطة أخيرة. با مصطفى عندك أنت التليفون ياك؟ عندي أخي ياه. كيف عندك الكونيكسيون عندك التليفون كلشي؟ النمرة ديال با مصطفى إن شاء الله غادي ناخذوها. يا خي. صافي التليفون ها هو النمرة عنده غنحطوها. اللي بغى يتعاون مع با مصطفى يتصل به سواء عن طريق الواتساب ولا مكالمة عادية تواصل مع با مصطفى. كنتمنوا من الله تعاونوه ولو غير بشي كروسة إلكتريك ويقدر شي واحد يوقف معاه كمحامي مثلا ولا شي حاجة باش يقدروا يخرجوا ليه التراخرة ديال الكاباسيتات اللي عاطينو فيها 65% حيت غير حاسب ليه ديك التقطيعة اللي عنده في الرجل هي غير 70. أما هاد الرجل هادي مازال ما دخلوهالوش في الكاباسيتات. با مصطفى عنده وريقات ديالو عنده كلشي. عندك وريقات كياك؟ عندي أخي. صافي ما محتاجش راه عنده وريقات ديالو عنده كلشي تواصلوا معاه. ايسو اللي بغى يعني ماس انفورماسيون يهضر معاه راه غادي يجاوبك يعني لا في الواتساب ولا في التليفون يزيد يتعرف عليه اكثر ويشوف شنو خصو اكثر يعني كما ديما. والنمره الثانيه اللي كتكون في صندوق الوصف ولا في التعليق المثبت هذيك النمره ديالنا اللي محتاج شي مساعده يتصل بينا نجيو عنده. هادشي اللي كاين وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني ما تبخلوش على با مصطفى واجركم عند الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كاين نعم بالله. الله يجازيكم بخير. الله يكثر خيركم.